الشيخ محمد الصحبي وهو مؤلف كتاب تعليم الصم القرآن الكريم، إنجاز عظيم يا شيخ محمد، حدثنا عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكركم على استضافتكم في هالبرنامج الجميل. احنا نشكركم على الحضور والجهد. الله يجزاكم خير ويكتب أجركم وينفع فيكم يا رب إن شاء الله. هذا يعد أول مشروع على مستوى العالم تم تطبيقه لإنتاج كتاب. كانت البادرة الأولى قبل عامين أنتجنا أول كتاب منه في 4 صور للصف الأول الابتدائي، طبع منها الكتاب هذا على نفقة مسك الخيرية سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان جزاه الله خير عنا وعن المسلمين في كل مكان. فقدمنا الكتاب هذا، طبعنا منه 10,000 نسخة في المرحلة الأولى، توزع على مستوى المملكة العربية السعودية وعلى خارج الدول العربية بشكل عام والدول الإسلامية، فوجد قبول بفضل الله سبحانه وتعالى. فتبنت الآن المؤسسة الدعوية للصوم الكتاب هذا أن يكون منهج دراسي تربوي مع وزارة التربية والتعليم لإنتاج 24 كتاب من المرحلة من الصف الأول إلى الصف الثالث ثانوي. ما شاء الله، بدأ بهذه المرحلة وسيلحق مراحل. الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن احنا انتجنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد مساهمة مباركة من مسك الخيرية ومساهمة مباركة من الراجح الإنسانية بدعم تمويل المشروع، وإن شاء الله من خلال العام القادم في بداية العام القادم 1441 إذا شاء الله سبحانه وتعالى راح يكون عندنا 60,000 نسخة توزع داخل المملكة وخارج المملكة من الكتاب هذا. 60,000؟ 60,000 إن شاء الله. ما شاء الله، يعني معدل يعني كل نسخة الآن هذه المراحل بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا بدأنا بالكتاب بالمرحلة هذه اللي هو الصف الأول، الفاتحة والناس والفلق والإخلاص. ما شاء الله، الآن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني انتهينا المرحلة الابتدائية كاملة، عندنا 12 كتاب جاهز. هذه أحد الكتب اللي أصبحت جاهزة الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الكتب يعني كل مرحلة. لحظة أفهم يا شيخ، الآن الذي يستخدم هذا الكتاب يفتح الكتاب ويستطيع أن يقرأ كل ما فيه بوضوح؟ أي نعم، الآن هو الكتاب الأصم يعاني من صعوبة من فهم القرآن الكريم. إيه؟ فوجدنا الكتاب هذا لأن الأصم وجدنا أنه يتعلم بالأبجدية الإشارية. إيه؟ فهذا لما يتعلم بالأبجدية الإشارية يعني كل حرف يقرأه ألف يعني بالباء والتاء والثي، أصبح هذا في صعوبة أن يقرأ القرآن الكريم بالأبجدية. الآن وجدنا الكتاب هذا ليكون مشروح بلغة الإشارة الوصفية، اللغة الأم للأصم، علشان يفهم إيش معنى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. الله، لما نقول له يعني الآن اللي هو بسم الله هذه إشارة الله، وهنا من الرحمة والله الرحيم، يفهم الأصم ماذا يقرأ. فتضعون هذه الصور لتختصر عليه الوقت والفهم. يعني يفهم ما يقرأ. جميل. والكتاب هذا وجدنا فيه، أخذنا فيه فتاوى من هيئة كبار العلماء بجواز العمل هذا وطباعته، ويصبح تحولته إلى تطبيق ولا حولنا إلى تطبيق، وموجود الآن على التطبيق. الآن في أي مكان في العالم يستطيع الأصم أن ينزل التطبيق ويتعلم ماذا؟ يتعلم القرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم. آخر ما وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى كان وصلوا زوار إلى الحرمين الشريفين في المدينة. أنتم مؤسسة الصم الدعوية، كم عمركم، كم لكم من افتتحتوا المؤسسة؟ تقريبا كم يعايض السؤال؟ عمر مؤسسة الدعوية، مؤسسة الصم الدعوية احنا 6 سنوات. 6 سنوات. 1400 تقريبا عمره الآن، يعني هو بدأنا فيه من 6 سنوات، بس بدأ الآن بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال السنتين هذا يأخذ الآن يعني جزء كبير يعني للعالم. فأنا لما وصل الكتاب هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وصلنا مقطع فيديو يشرح لأخت دخلت في الإسلام ويعلمونها سورة الفاتحة والإخلاص من خلال الكتاب. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا أن احنا نعلم الأصم كيف يقرأ القرآن الكريم. وهذه رسالة عالمية شيخ عايض، أنتم استطعتم أن ترصدونها في التطبيق، يعني تعلمون التطبيق من يستخدمه في الداخل ولا في الخارج، وكيف تصلون للعالم؟ التطبيق الآن لما وجع على تطبيق الآيفون الأندرويد والآيفون أصبح تحميله سهل،
يتعلم منه الشخص ويحفظ القرآن الكريم من خلال التطبيق هذا. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.